دوام الحال من المحال. شرح المفردات. الدوام هو الاستمرار وعدم الانقطاع، أما المحال فهو المستحيل الذي لا يقبل التحقيق في أرض الواقع. المعنى العام للحكمة: تؤكد الحكمة أمرا غاية في الأهمية وقاعدة أساسية في فهم قواعد الحياة البشرية، وذلك أن نمط العيش الذي تتميز به حياتنا قد يتغير في أي لحظة، فيتحول نعيمنا إلى شقاء وضنكنا إلى سعادة. فدوام الحال على أصله من المحال، واستمرار الوضع على وتيرة واحدة من الخيال. فما أكثر الذين عاشوا الفقر سنوات طوال، وفي يوم من الأيام أصبحوا من الأغنياء، وما أكثر الذين ذاقوا مرارة اليأس والقنوط لأعوام عديدة، وفي لحظة تحولت حياتهم إلى تفاؤل وسرور. فالأيام دول بين الناس، في فقرها وغناها، في أحزانها وأفراحها، في يأسها وتفاؤلها. والغبي من يظن أن ما لديه سيبقى، والذكي من لم يهتم بما في ملكية الآخرين وأيقن أن ما قدر له سيصله آجلا أم عاجلا. حتى أحوال العبادة تتغير، أحيانا تسمو وأحيانا تنخفض نتيجة الزيادة والنقصان في الإيمان، كما أخبرنا بذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وذات يوم أحس بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم تغيرا بسيطا في نفسيتهم بين الوضع الذي يكونون عليه وهم مع الرسول الكريم يستمعون لإرشاده، وبين الحال التي ينفردون فيها بأهلهم وعيالهم وأملاكهم. فشكوا هذا التغير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأجابهم: لو تدومون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة، أي لأصبحتم مثلهم. وهذا لا يعني أن يقبل المؤمن بالتراخي في الطاعات، بل ذلك يجب أن يقوده فورا إلى تصحيح أخطائه التي أنقصت إيمانه. الدروس والعبر: الوصول إلى القمة قد يكون بداية السقوط، فلا تغتر بما وصلت إليه، فقد تفقد كل شيء في لحظة واحدة. مهما ألمت بك خطوب الدهر وآلامه، ومهما أتعبك الفقر وحرمانه، فلا تيأس من ذلك كله، لأنه لا يدوم حال لأهله وأصحابه. تغير الأحوال وتبدل الأوضاع سنة الله في خلقه ومشيئته في عياله.